تعرف على سيشم اسمنا هو شراء اللاعبين، يعني تعاقد مع مجموعه هذاك هذاك شراء اللاعبين حنا كنسميوه انفستيسمون. راه هو علاش قلت لك تعاقد مع اللاعبين؟ لا ولكن هذا السؤال ديالي ماشي هو هذا السؤال ديالي، هو يعني واش ما كانش الاولى من شراء اللاعبين انه تعطاهم يعني الفرق اخرى كاعاره على سبيل الاعاره، واش ماشي من الافضل اننا يعني نستثمروا الاموال في ابناء الفريق في التكوين، فان يكون عندنا واحد المدرسه اللي هي قويه وتكون مدرسه اللي هي منتجه بحال المجموعه ديال الفرق اللي كنا كنشوفهم كيعطيو القسم الاول؟ عندك الحق، ولكن يمكن لا فيزيون ديالك لي تري ليميتي، حيت باش تنتج وباش المدرسه تنتج لاعبين راك غلط الا كتظن بان المدرسه تقدر تنتج لاعبين في عام وفي عامين. الا بغيتي اون اكاديمي لا، ولكن راه ملي بدينا راه بدينا بوالو، راه بدينا بوالو. اون ايكول ولا اون اكاديمي خاصك على الاقل على الاقل 5 سنين سي لو مينيموم باش بدا تنتج. الوغ في هاد لا بيريود كلها اش غنديرو؟ حنا نبقاو نتسناو كنلعبو في الهوات على ما يوجدوا اللعابه باش نبداو نطلعو. ما غادي يسكت عندنا بوبليك، ما غادي يسكت عندنا اديره، وما يسكتوا عندنا اللعابه. يعني حتى لا اون افي ان بروغرام تري كور في لو طون كي اللي كان كيلزمنا باش كل عام نصعدوا وباش نكونوا موجودين في الدور الاحترافي الاول. ما يمكنش تكون فريق في ظرف ديال شهرين ديال الميركاتو، سي امبوسيبل امبوسيبل، لا في الوقت لا فاش تلقى لي جوار، لا باش يكون عندك الفلوس باش دير هادشي بالنسبه للشباب. دونك داكشي علاش بدينا حنا عام وعامين قبل. يعني حتى يعني الثقه ديال سي هشام انه غيكون الموسم المقبل او يحقق الصعود من الموسم للموسم وشراء اللاعبين، ربما من جهه اخرى كتخلي واحد شويه ديال الشكوك كتحوم حول واش محسوم في امر ديال صعود المحمدي للقسم يعني الدوري الاحترافي الموسم المقبل. ولكن ولكن حنا اون سو مي ان ديفي تري امبورطون. بلاكس هذاك الشيء اللي كنديرو كيلزمنا باش غدا حنا نخدمو باش اللعابه وباش كلشي يبقى مجاهد، حيت شوف حيت ديك الساعه ملي كتوصل كدير هذا لوبجيكتيف عارف راسك بان ما عندكش الحل من غير انك تصعد. ايوا كان فضل يعني حنا كنقولوا في كره القدم يعني ماشي كلشي كيوقع، كلشي كيوقع ولكن بون نورمالمون الا كتشوف بان ما عندك لي جوار دان سيغتان نيفو وعندك ان ستاف تكنيك دان سيغتان نيفو سي ديفيسيل دو نو با دو نو با اريفي على لوبجيكتيف. اما هادشي عندك الحق فيه، كنا كنهضروا في مباراه وحده، حيت مباراه وحده يقدر يكون فيها عطاب، يكون فيها اون سسبونسيون، ان بليسي، اون ميفورم، ولكن راه سيغ اون سيزون دو 30 ماتش راه سي با بوسيبل. راه الا سيغ 30 ماتش on n'arrive pas à tenir le niveau, c'est qu'on a mal recruté, c'est qu'on a mal choisi le staff technique, c'est qu'on a mal préparé l'équipe. Donc, je trouve que c'est une ظاهرة صحية بالنسبة لكرة القدم أننا كنشريو لاعبين مثلا من فرق وهذوك اللاعبين ربما كنحرموا منهم فرق أخرى اللي كتكون باغا تعاقد وكنعطيهم إعارة. لا ولكن علاش هذه القضية ديال كتحرم منهم؟ علاش كتحرم منهم؟ واش كتسد عليهم ما يلعبوش؟ لا كتحرم فرق اخرى ربما اللي كانوا غيستافدوا في القسم الاول انهم يتعاقدوا مع هاد اللاعبين وكيمشوا اعاره في انتظار واش حنا صيفطناهم اعاره للخارج؟ اعاره لفرق اخرى فين؟ في الدوري الاحترافي. اين احترافي؟ المغربي بطبيعه الحال. ولكن اش من الدوري الاول؟ دونك راهم كيلعبوا في البلاصه اللي خصهم يلعبوا فيها. زعما ما فهمتش زعما اشنو منين جاي الحرمان؟ حنا شديناهم في الدور الاحترافي الاول وخليناهم في الدور الاحترافي الاول، وغالبا كنحاولوا نخليهم في الفرق ديالهم الا بغاو هما يبقاو في الفرق ديالهم. هذا هو زعما ما فهمتش شنو هو هذا المشكل، لان هذه القضيه ديال الاعاره راه كاينه في العالم كله. الا جيتي تشوف اوروبا راه كاع الفرق كياخذوا دي جوار كيصيفطوهم على ما يوجدوا على ما يكونوا موجودين. يعني غير يمكن سكي شوكون دابا سي اون ايكيب داماتور اللي كدير هادشي. هذا هو شوف راه لو سول شوك اللي كاين عندكم في هذه القضيه هي كيفاش هادو من الهوات كيلعبوا واحد اللعب اللي كبير عليهم. ربما هذا هو المشكل، ولكن حيت نتوما كتشوفونا كهوات، حنا ما كنشوفوش راسنا كهوات، حنا كنشوفوا راسنا كفريق تاريخي اللي نورمالمون ما خصوش يكون مع الهوات، اللي عاش واحد الفتره في الهوات، وفي الحقيقه ما ندمناش على داكشي اللي عشنا حيت شفنا شي حوايج اللي ما عمرنا ما ننساوها.